شو بتقول الأفلاك لمواليد الحمل بالأسبوع الثاني من شهر نيسان أبريل 2023؟ يا عزيزي، كان الأسبوع الأول مليء بالجديد، مليء بالحوارات، بالإنجذاب ربما إلى أحد الأشخاص، وقلنا كون حذر جدا بآخر الأسبوع ابتداء من السبت 8. لازم تضلك حذر لأمتين ليوم التنين 10، يعني لازم نضلنا لحتى التنين 10 عنا حذر يا عزيزي. بعدين الأقدار لح تبتسم بين التنين 10 والتلاتة 11، وتخفف من بعض الضغوطات بيدعيك الفلك للمغامرة خلالهم ولكسر القلق يلي بينتابك. نعم، انت قدام بعض الجديد ابتداء من 10، ابتداء من الأربعة 12 بيصير في انتقال فينوس لبرج الجوزاء وبيستقر لآخر الشهر، فبيخلق جو إيجابي على الصعيد العاطفي، لولا أنه الفلك بيطلب منك الحذر الشديد والتأني بكل شيء وعدم الشروع بأي مشروع أمتين بين الأربعة 12 والخميس 13. هاليومين في مجال أنه حدا ينتقدك، أو يمكن تعرض حالك لبعض الانتقادات وبعض الأقاويل. لازم تقوم بأعمالك على أكمل وجه. بعدين تتاح لك فرصة مهنية نادرة جدا بين الجمعة 14 والسبت 15. هذا الأسبوع الثاني. شو بيقول لك الأسبوع الثالث؟ انطرني.